وعلى ذلك جمل من الفروع. من فروع هذه المعاملة القاعدة النهي عن بيع المصراه، المصراه وهو حبس الحليب وتأخير حلبه حتى إذا عرضت الناقة أو عرضت البقرة أو عرضت الشاة في السوق، العنز أقصد في السوق، يرى الناس أن ضرعها كبير، فيظن الناس أنها حلوب، ثم إذا ذهبوا بها وحلبوها مرة فإذا هو ناشف لا يجتمع فيه شيء من الحليب. هذا غش وتغرير، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المعاملة لوجود هذه العلة فيها. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المصرة، نهى عن بيع المصرة. فإذا اكتشف المشتري أنه خدع فهو بين أمرين، إما أن يرضى بها ويقول الحمد لله على ما جاء من الله والوعد يوم القيامة فحينئذ خلاص يرضى بها، وإن ردها ردها ورد معها صاعا من تمر كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة.